حسن فوق ما خطامت المسلمين تورطن إلا تكفيريه بلا استثناء كذبنا وحكذا ليه أهوشا أكره تري بوري إن قبائل بدن وتكفيري أو صومالية مركو كهاللهي تكفيرين في الجبهة المتحدة تقريبا صومالية في نزاع المنجية وحكم إذا مثلا فكر كشيخة حكام مسلمين تورطن إلا عليهم بقضاء بأسرهم بدون استثناء كل قد يقال إليه وحكد لي إن أي أقاليسي قوائل فربضا والصوماليات مركو قلدي قلبيت كا صومالي قلبيت الشيس كودي كهالله إيه قاليسين تو قاليسي وحو صوشي قوائل فربضا أو هرطوض أو كفر عشي والصومالي قوائل حرض اليسار طبيعي إن بدن بالع العليا وحنا لو كنا إن سماي اللي يقدر أنا اللي يظهر كنا سماي اللي هدول هي يقدر ولا يقدر مي هدول ربي يقدرنا يقدر من إيش لكن هو بحق هذا وحي مناسب معقولة حقيقة درت له صوت تبيع وناكسن وحنا اللي أنا اللي إن علماء القبطين اللي يا كسي وناكسن أردت أمك بجواب كيف قبائل الصومالية قبائل الصوماليين أما قبيل فلانيين أن كنت تكفر لسوه الماي وأنا افتري بين وي نك إيتيريا نك إيتيريا بين بو إيتيري لكن أن كنت تكفر قال بوهيريا مسلم أوريه اللي هو اللهي نما أن كنت تكفر الناقد كما كنت بعي هو اللهي هل قد دوضو لكن هو بلبو تكفيري هو استكحرق هو تكفيري إلي غير بلوهين وصوماليهم با لم يسوه لاي هو شاسي وذاك كهلا وحلقا يا با إن وأجي هذا مرة بدن با وحنسوع إلي مر كان غير هاي جرادي صومالي قلبيت كوحي إبراهيم مكان كهلا هاي با إن من كو أغادين وحي سمعين أنا من كأبسمي أبسمي حاسم وذاك حاسم إيه هيا برمالي ومر بعد الأغادين أبسمي الشيكتي هي خيرك أبصني ولا لين بعد تكفير سيبا ما شاء الله صار لي وحال اللي هو هذا الكروك عجينا الكوح يرى أورا وتدوي تلصن ومد كلا جابين هاي وحي مد هو كلا جاب شيء من عيو كبر عي أنك هلا يوان اللي هو بيه سبحان الله اللهم عليك بقريش قريش جزاه كل جرو نبي قريش تهبار هاي يا قريش تي وقريش المهاجرين تا مع سيا بتكلم مين وريني وين وحات رادا أور كي يجيب على تاب تي نيك كهلنا جيت بالله فولا يورك العبيش لكن هو بالله على تاب تي هو لها سالس بيان سكون بقول بيان سكون بقول هو شيء هذا مرك قد يبدأ مرك ممكن كسوه مرك كسوه دعوة له قضاء خير ركوبة عموما المسلمين تبقى محيولة هاي إن بدنا نبيع جسونا جرتة هذا نجرتة إن أي كهلان أن بمرة يوم ما مرة فساد كوا تلماما ندين دفضوا قال الإمام نجم الدين الطرسوسي الحنفي علماء قبل التضباط أي قبل الاستيلاء وحولية هاي وليس يوجد في الدنيا الآن فيما بلغنا إمام العادل بو كتاب بقرية سياسة كهلا هاي وقيمة بلان مركز خلافة هي عثمانية أوائل كده هو رجل الله عاصر العلماء معه وهو الدين كسان كور قبنا أما النسود قالي هل إمام هل ملحون عادل فجر وكل يقول كل يقول فجروا هو تفسير هيا جميع أئمة المسلمين فسقوا كحكمي واقع أم غيره كهالي ولاد واقع أم غيره قيمه كهالي الإمام شهاب الدين القرافي وحوليه قضاة علماء وحكومية قد محكمتها فبيا سنة كان أنجبنه يا مخاطياش حتى مخاطف ولا كم مخاطك عا وحلو سكوها يشت ولا دو ذا من حوين ياش أمر ذا نك آمن حتى أمنا دو ذا وحلو يبقى اللي آمن كل واحد بها ضي حلي جهور السلف كجوا لهاي إن الفسقين سكدة إن حلو يبقى اللي فاسق ولا يلو حل اللي هو يحل قبطان با فاسق اللي بنقول لها ولا تكلم حوكها الله دولة بيوحي ربوكها مثل اللي قال الإمام أبو بكر الرازي كتاب بس شرح مختصر التحاوي حوليها بلاد المسلمين تبضن كود عفوا
بلاد المسلمين إن بدنوا كمدة وحور وديار وكفر وحرب وحين لمديهين ودن كأي قرار مطلب بعضنا وحكمته لكن هكذا كل شيء معي كرب وربح وحكسوا هاللي منك بهب العمي يا شيطان تنكسوا هاللي إنا يقاليهن أيوه ودن كأي حكمان ودار كفرية وحور أيها وحال لمدة بلاد بدون المسلمين تحكمان الجوغان بالمدة مما لا نحب ذكره في هنا هذا شيء هذا ولك سيشيء كره لا دعوه قرآن مطية بحرينيين قرآن مطية باطلية بس بلاد بلان بارلان إذا وذلك تحاضر على وعوه دكتور الحكومات الإمام نقا وقرنك أفراد هجرة صدع بقول وتطبات كم الدوريولي صاحب أحكام القرآن الدنيا سنة بلتاي وإمام الحناف بلا منازع حلقيسي إمام حافظ وفقه يا إلام من جرير الأندلس المؤرخ قرن إيسان يا أندلس كين وفي مري بلاد المشرق شام مصر عراق إلى وخوص مكة حجاز وخوص مصمم المؤرخ لها مركز وخلية من وحا كجر البرقة مسلمين مركز وحول وأحق بلاد الله أن يطهرها السيف ويغسل أرجاسها وأدناسها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه البلاد الحجازية في الغضة ماشي ما أنت أغم الله ومكية مقرب حرمين كي حجاز ذلك الجوغة إيه كتلية سيف در إله الوقع إن الله يقول قلقلها راعي سيدي ودور سعلا في عمه محاجرة من اسكما قم مكية مدين وحول لما هم عليهم من حل عرى الإسلام واستحلال أموال الحاج ودمائهم لأن رافضية بختي الله يستحلل أيضاً هلا غير كده وحولي وليتحقق يتحقق المتحقق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب ورهله بصدق ورأوليبا منك في وصف عن اعتقاده إسلام يحوم جاء ماشان كيب البر أندلس مغرب أما أقول كان صور قري قول إسلام بما هذا شرح دير بكبحية هوشا زواسي ولي رحلة مجوية أندلس بلي هلا آخر وان مطبوع يمكن يحاول وحنا في رمى إنسان من بس كل الله إنسان دين إنسان شيخ مقبل باصوا هذا الزوجات كي نسلف جماعة حولية هاي إن حكام المسلمين اليوم كله أصبحوا مثل النواب وحين قدم بوري غوبرناتوريال نائبين من البرلمان يؤيين مراكن الغير ومثل المحافظين وفيهم مسؤول أكبر منهم وحان الجولة من أي كوي وحكم برلمان وغوبرناتور وبرساب وقدمية دبني من كوي من المعمولة الجولة ومراكن يرير بك الله يا شيخ وحي وشرك في هذا الأزمان في هذه الأيام يتطور مثل مجلس الأمن فإن حكام المسلمين يتحاكمون إليه والتحاكم إليه شرك وكفر آياته بلم أسيدعي وهو ينبغي أن يعرف أن حكام المسلمين أصبحوا لا يهتمون بشؤون المسلمين وأصبحوا أذناما لأمريكا ولروسيا هو شاسو كهل إن بغن بوضي تينا وهو نيدي لله ويرهم تيبوري قال بعض إخواننا إن السعودية هي عميلة لأمريكا وحكوه استنبال يرغو مركاسي إذا من أي كانت أن تنوك يكبا بسعراء قال له بضناء يغير كود باكج أي كجري وحان يقول قلنا وحان وجه من أرض إغاس هي عميلة من قبل أن تستورد هؤلاء بور ولقد بجاجوس بها انت يسر حتى كان سنن مراجن يرأي رؤية يقال لك لك يمي خرام بجاجوس بها اللي أمريكا وعي هول بهم هو شاكها اللي وحوه مركاسي وإذا ذكرنا السعودية فنعني فهدا ومن سلك مسلكه الضايع المايع ولولا أن الله سبحانه وتعالى حمى الدين بمجموعة من الشباب ومجموعة كبيرة من العلماء أن باع الدين بالكرسي فنحن لا نتوقع من فهد أن ينصر دين الله وإن دجل على الناس في الإذاعة إذا عدي يميلي ومضها الوصر لكن من كان يدين أقر قران كما سورين هذا هلا يا شيخ مقبل بحكام الإسلام كل تكفيري لما عدوا كل الوقت وحيوخ بن تمام إلى مجلس الأمن شرك من البريه وهر مراب ومعام بحول ذنب قالوا به والتحاكم إليه وشرك وكفر آيين بكسي الدائي كل بين وحوش شيئين بأويهين أذناب عمر أويهين لأمريكا وحاصل بشيخ صار هياي أصلا ما الله حسابته وذا ديه رمى الله حسابته
أو حسام على قربة مسهولة قرارية زوج قرار يلها أن المرين كريم سيدة زوان نقطة شوق ولكن الصحيحة أن الحكومات لا تبالي بالدين في جميع البلاد الإسلامية وشا موبل وحارب أبو الحكومات كأبون كجرة دين إسلام دان كما يلها من الربان لب كيدي ديفتد المد ونهيات وإلى الله المشتكى هل قال شوق قبل قبلين قمع المعاني صفحة سقاشي لحد سديتن يا سقال سديتن يا سديت لباتن يا شن إجابة السائل صفحة لباتن يا سقال شنبق اللحن يا سقال شنبق اللحن يا سديت شاء اللحبق اللباتن يا سديت لبقى بنكرة كاسي وقوله بو إن علمه أي تلمامان نوام كسياسي فساد كيسا لما كفر كيسا أما فسق كيسا نصيحة للمسلمين ونصيحة لله ولرسول ولكتابه وللمؤمنين ومن الدين رقم العمر لها ورقم كوري هذه الحكومات كهالينا وإذا دهم بندبت إن كبيرون هذا سوء رولين كريمي ليش أيها الله مريها الله مريه لكن كله انت جيس كله يقول أنه لغة يلقوا هكذا لغة بقنا به أو شاس الموانا كسرى يوانتا غرقنا الله هو يمكن الله يلقوا بده يحاوي علماء هذا الجنة وسب سيدكي هذا قصر عزق هذا الجنة سيد جارك وحيلة هذا وضنك وضن كستور لغم ما مرداستور إيا قانون وضعه أو شرعي إلهي أعمل السوق قادمين أما خلاف سن في قليل أو كثير وضن كاللغو حكومة لغم ما مرد وبلد كفر وبلد إسلام معه منك أول كريم كجودة واجب هل كاسي مرين هذا بقى رد سيدة حكومة وحاكمة الشيخ محمد إبراهيم فلا يديسه الشيخ آل الشيخ مفتي دار السعودية سابقا قبل الشيخ نباز رحمة الله تعالى عليهم باسدة حكومة نقل قاسدها فتوي سكد رئيس بوري وحاسو بوري أبو العلا الراشد في ضب معها ضب تكفير معين أما ضوابط تكفير معين كتاب قاسدة هذا كل يسو بوري وحا أخرية وتقديمية وأماني تقديم وتقريد الشيخ صالح الفوزان هو غير سعودوي لمن كان يحيي وحال غير قبائل وقتهم كله ما أنت مسنجر من وطن لهم ما مره كتاب كإله لهم ما مسنجر ما لها يرى كي كتل يا مجاهدين تبوي ما تم زما دستور بالوك على بحال لسكون ما مره ما بين باشا يا مسرب ما شيء لقبته إذا فني اللي ندعو عشقه لين قرته من البيتي أقول دستور كأم دالمة كأم من زلو أما إسلام ما كان من سنو وحانكو وديه ما الآن دستور لقد قدق منه أنه بلقوا مامولين وانك أهي ما هي طالبان يحرش المجاهدين رجل لها المرأي كتل يرى أنك أهي ما يقدر نيزان هاي يدن بي دستورك ومقالمها مسمى هاي يدن بي سيعلمها حكومتين مقالمية هاي إذن ديار تزمو حين نغني هي ديار كفر كل بي ثم إلا قوضها يرك ديار كفر بين قويس إن هذا الكلام سيكتر إيه حكومتين والمن كنت أدرسين والي دولة سعودية سوكا كحيثتين مرايكاً وصدوا يسدد دولية فربنا إيه كان سدين أولي هو سعود وحيده منك ربا هذا وحيو الله بانكرا كتاب كله يقان كتاب دول العلماء والدعاء وحلو الله بانكرا وهدأة العاصفة وحلو الله بانكرا رسالة إلى بغداد كتب تاسا لو الله وحيده هذين أدونك اللي قيل المهاي دولة شرع إله كل قنت إلا السعودية هذا وهر حكومي الوالد محي حكومان وطن كلا جاب قم هي قانون الدستور من هي دار كفر هذا نمان كاسا وادون كل دم بس كفر فوق بوجي أيضا ما الله هم محا أو حسن الله عيسى هيا هذه اللي جا أدوه ديار ما بن كان هلنا وحال بكو كانتي حكومات كم يحولون يشرا تكفير ليس ما حوي ايش ما كيو بطن كنت يدوروي متى من زمان كنت يدورني مع روح حكومه لمن كي تيدو اي مدعوة نجدية اي حكومي ملايين عشرات الملايين من المسلمين ما محاول حكومه ويدي سوى ما نسوي بورنين شخص الله سبحانه وله انت يرتي نجد يا الله انك تايمين مريد بدك ان اقبح حسن الغالب فيهم والاكثر ومحي الكفر وعدم الاسلام
سوما خلاف العثمانية أو تكفيرية أي مدعوة نجدية إلى كوي الطبر أما الله يطمن شيخ بانسوق قولني أيوة من أي تيدار وكفر وحرب أيوة أي قالين المشركين حول إلا يهر أي واجب طيب بل وحي سوء حكمين من كي هو مسلم بي تكفيرية كنتني دور وضيع الحكم تانو هذا أن تكفيرية خارج كل مقام من قاس الله ما لا تكفي ما لا عقوبة بس وحاول إنه هاي شباب ده اللي شبابهم عروت أتقف في تسعة جيل بقى كنت تبى لي بقى شباب كبار تقعنا بقول في قراب تري بجيل طاقة هي على وين بعروت كذا تبى دم هذا لو كسرنا إذا عروت تسعة جيل بقى كنت عروت إذا بشر جيل كنت من قريب اللعيب بمعنى قرا الله يسيب الإجر قرا وإذا أريد الله يقول محاجة يلي شوية قيل حكم قادك قيل لما أغار سنكر لكن أريد كأذبية أريد إسكد حتى الله لسكو بها مركة خاركو مركة حيلات هاي هدى أنا وحاول نغضي من أريد كبار نغضي وإنك أقول إن فوضة اللي قيل لها يلات هاي بل أيضا لفتركوية أو قدبه وحان ليه هاي حتى أما الحوالي يا شاس وحنوها هاي بسادير تقرق ما هاي قال أنا كقعال لكتاي مسلم كهلي قال لأوهي الدين كان ربا قال لماي علوه إياه بحكومة ملعا ويبا علوه سنة بركو وحي تكثيرين حكومة دي يمن إياه ملحويني هذي وحي تكثيرين ملحويني عراق إياه حكومة دي صدام حسين وحي تكثيرين ملحويني ليبيا ولي بفتوى صوب على كون أفر بغل صدو من يكون ميام زلبا دي باجرتو فتوى شغل الباس با كميدها عبد الرزاق عفيفي با كميدها إنو قال يعني ملحدة يا معمر قدافي فضل الله قبل 30 عاما تقريبا صدو من يكون ملصة من يكون سالة كور وحي عضو حكوميان وتكفيريين ملحويني السودان المميني كي كان كور رئيين رئيس السودان المميني وحي تكفيري ملحويني أفغانستان نجيب الله يا كابل فرداسوه تكون هاي التكفيري وليبا رب تكفيري عمي أصنع كمدها وحالة تكفيري ملحويني تونس حيب الرقيبة رب تكفيري وحكمدها الشيخ الباني أولي متك أصوب قالوا شكي وما لابور وحالة تكفيري ملحويني مصر جلال عبد الناصر أنور السادات وحالة تكفيري ملحويني الصوماليين محمد سياد براء السابق اعتصام وحي تكفيريين ولا دهودي عبد الله يوسف عيرتا عارمنا يا رب لا يقدر يومي هاي شغل هو في سن غري شغل باني وحوت كفيري حكومة الدولة الرئيس سعود عدل كسفتة الخليج بالله ولا بنكرة عدل كسد حاب بدك ده جيسن كرتا هذا اللي كده يوم بالله يا رب لكن يمكن اللي جبوا أنا هاي عجل كده يوم فرا بل اعتصام فدا يكوحه جديدية هاسترفيل جديدية لما كانوا قاني لمن كاس كوحه كمدا واجع عبد الله يوسف دولة هاي محمد علي هبلك علي جديد وكلنا ما مدعي سيوس عني كاس علي محمد جدي وكلنا ما هو تكفيرية إلى يورب بجديدية كده قال لميس بل وحال وران كرا ودادي جديدية ولو قويس كان هوية كده شقراء الكهوية عبد الله هو تكفيرية مركو من هوية قاتي كرسي الدولة من غير قاضينا حلو على الله حل اللي حضي قضايات كاس قضايا الكاشين بل لكن مرة بدن والبو قسم من الشيء سوحو عباده أما الله دريمه لبا أفلينتا يفارق بيل كالديني دي السعودة محاول بحي عبد الله يوسف يا شريف محاول بحي سوال اسمه دي ما محنا ووحد لي أبطوي جديدية تكفيرية وكبدأها إذا وحنا لنا هاي أنت أسود هذا سمع عابع علماء الصنعة حتى الشيخ مقبل ردنا نصور شيء ذا قريبا كمل أفر ما شان لها تقريبا كتاب جزء المخرج من فين كتب فيه أعيانا صدام حسين معمر القذافي رقب تري حيب الرقيب وتر نحوين يال أيها هلا قصوا بالله أيها هلا قصوا بالله أنت هاي إلا دكوا لو تكفيري با متحقق أقوى بدل كود أنا كل لسان وأمن سنة
عذر كي أذن يكون على جوجل أي عذر لمرة هي أسوق سير من مجاله وكسر الدرجة يكون كجيران وحول مركب واحد كل دوين تاني الإسبانسي ومهم جدا مركب ورك صوب على الحوض هي علماء الدعوة المجدية وخلاف العثمانية هي أمدد النايب بدن كي تكفير يحل الأيوب الجوال حول كان كوكبتها الرأس وحتاب طمو علماء السنة يسوي حسابي نحوالي ألف رب بدن على رأسها الله شيخ محمد إبراهيم علماء كرة عصام ينت لمدك قانون ودك الوضع ودار كفر يميني يا أمك إن شرم هي كتبت هذا الباب عينا على رأسها الله عواله ودن أن ريس عود كأهين ولا قدر ما شرع مجد حكومين على رأسه حسابته مركا كذب ماشاء الله مريم عليها الله مريم هبيتاي هذا استام قوي والكيلو الكيلو بالمكيال انت وشيخ الشيخ وهي تفكر هي حقق قلت هاي مولي ما شعور لو شيخ حقق ما هي وحنت كان بدي واي هرياد كنت انت ما انك شن قري ان كان مسلمان كو رسول الله درم هاي بان دي كو علم مهم جدا سي قضيه لو عرى اي شيء ولا بحن كل شيخ حكومات انك تكفير وان كو بوداني وما أي دعوة مجدية هذا إنه وهابي أن أما السلفيين يسلمون شيء أن أنا أفتر سنة تمرت يقال كي يتأنك قانون جري يعمان الله وبس عرب قضية وبس غير ما عليه ضد كذا الله وقع هذاي دولد خلاف عثمانية ضد كذا قم بتكفير يعني ضد يرب الرهبان ما غير كذا الله أن تكفير وده من خوارج بأهاين تكفيرين بأهاين أو نقول كنصوفية أهل لسان أو أشاعرة أهل لسان أما تبدي أهل أولك المرتان وحلو ذا بهاسي واقع ذي حالة ذي قيمة يين قصة هذا دكرة أمين بالله الله وعلي ذكر قوي أيضاً ما يشترى ما تدوه فنور الله ما هي حلو واقع ذي هي حال أي مركة يكون ملايين بالقيمة قيمة يين مركة قيمة يين وحلو أركة يين من كان ظالم يكفر كل عيساس وكل حكومة وحنكوه ولد كاسو انتو ادون كفير يما انتو وحا كجرة اصلا انتو قيمة استحبون كسارة سولين سيه رعبده هو الوضع من معها يوهابي نسو ان بقول الله عيسو خارج تكفير اعطال يدوي وآمسي ولم يحر جوابا ظلم لسعوديك متاهي ظلم لسعوديك متاهي نوان كاهو ليه ماشر مريسان كمان مريا ميت كلام اصلا ودي ولد كلام اصلا قضية دا ولا كان سبب هذا سوء حلوة مسألة اجتهاد روي هايين ويكون اجتهادين لكن الآن ما أنت عن هيسن إذا بدك أنت تكفيري عن أن لنا تكفيرين باتين روي ما إن بلان باصلة تاجر سوء الدبات تاجر وحر أوه أتبعوه وربن بوري هاي وامين وين بل يدبات بس مساحة هاي إنه عالم وأمسي إنه وقت تاجر سنت هاي هذا ما أنت دودار فريدز جيسان أنا وقت دعم وابلي عالم ما صعن ما يسهو شان هذا الله وها مركز علماء علماء تسكتور بانكوري هدي من علماء والعلماء من سنت هاي أوح كنت كل وقت كورن بعد هو شخص واقف مركز هذا مثلا لا قبل كروي مثلا هاي لا قبل كروي إذا هو هلا سو هلا سو تجمع مرك وهلا سو تجمع هاي حكومات بلا تكفيرية أمد بلا بلا تهلا سو تجمع وين لو يجي مادو نيكا واحد تكفيرين هي هادو علمي ودرم هي وافي عيني هي هادو سوح قرر إن التكفير خارج أوي وركو سلاوي ومغاية هي لكن تكفير خارج أولا ما هي الجاهل خلطة من وهي لغم هي مطعم زمان وكان الله لسكع العليوز ويوقي مالا معها هادو إسرائيل إصدورة هي تروح مسلم وانقام وكل عينا تكفير سسكا إلالي إرمي الله لأفكار الله بيورو إلهي لأيوم مغبب داديا كبرينا